التفاصيل مع طاهر بالعيدوني. منذ الساعة 7 صباحا أفراد الجيش الوطني الشعبي رفقة عناصر من مصالح الشرطة والغابات والحماية المدنية، إضافة إلى تلامذة المدارس والمتوسطات، في حملة تطوعية تم خلالها غرس 20,000 شجيرة من الصنوبر الحلبي. طبقا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يشارك أفراد وحدات القطاع العمليات بوهران الناحية العسكرية الثانية بكثافة في حملة تشجير تحت شعار لنغرس معا لكل جزائري شجرة، وهذا بالتنسيق مع محافظة الغابات لولاية وهران، وكذا بمساهمة مع جميع شرائح المجتمع من أجل تعزيز رابطة الجيش أمة. طبقا لتعليمات قيادة مديرية العامة للأمن الوطني، قامت اليوم مصالح أمن ولاية وهران بقيام بحملة تشجير بشعار شجرة لكل شرطي، وقامت بهذه الحملة بمشاركة 100 شرطي. العملية تهدف إلى حماية الشجرة ومحيط الغابات بمساهمة الجمعيات.